دعا فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة للمشاركة في مأدبة عشاء أقامها فخامة الرئيس في قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمناسبة افتتاح مقر جلسة نقاش المستثمرين المؤسسين. هذا وتبادل فخامة الرئيس والأمير الوليد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وخصوصا استثمارات شركة المملكة القابضة والتي تعد الأكبر سعودياً في فرنسا.